العديد من الروايات والأساطير تناولت موضوع الأهرامات والمعابد المصرية القديمة والعريقة. الأهرامات هي هياكل هرمية ضخمة تم بناؤها في مصر القديمة، وهي واحدة من أبرز العلامات التاريخية والثقافية في العالم. بنيت الأهرامات كقبور للفراعنة، وكانت تعتبر وسيلة للمحافظة على جثثهم وممتلكاتهم بعد الحياة. تمثل الأهرامات نموذجاً على الهندسة والفن في العصور القديمة. ومن أكثر الأهرامات شهرة هرم خوفو، وهو أكبر الأهرامات الثلاثة وأكبر منشأة في مجمع الأهرامات. بني لفرعون خوفو في الفترة ما بين 2589 و 2566 قبل الميلاد. هرم خفرع يأتي بعد هرم خوفو، وهو ثاني أكبر هرم بني لفرعون خفرع في الفترة بين 2570 و 2544 قبل الميلاد. هرم ميخرينوس هو الهرم الأصغر من الثلاثة، وقد بني لفرعون ميخرينوس في الفترة ما بين 2510 و 2494 قبل الميلاد. تم بناء هذه الأهرامات في منطقة الجيزة بالقرب من القاهرة الحديثة. إنها تعد إنجازاً هندسياً مذهلاً، حيث تم استخدام ملايين الكتل الضخمة من الحجارة لبناء هذه الهياكل الهرمية. يظل استنساخ هذه الهياكل غازلاً خيال العديد من الناس حول العالم حتى اليوم.